السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هالة من قناة هالة حياتي. النهاردة هنعمله مع بعض كيكة المانجا بطريقة سهلة وبسيطة ومش فيهاش اي تعقيدات، وطبعا النتيجة جميلة ومضمونة. اهم حاجة بقى نتبع الخطوات والتكات اللي هنعملوها مع بعض في الكيكة عشان تطلع ناجحة معانا، وحاجة بسيطة كده بتفرح اولادنا. ويا رب كده كل اللي معايا يعجبوا الفيديو. وقبل بقى ما نبتدي الفيديو، ما ننسوش اللايك والاشتراك والشير، وخليكم معايا بقى كملوا الفيديو سوا. معايا كده المكونات بتاعتنا. هنا دي مانجا انا مقطعاها وضرباها، يعني هي ما فيهاش ميه، هي مانجا بس. هنا معايا باكو دريم اللي هو مانجا برضك، جيلي مانجا. معايا بيضتين، معايا فانيليا، معايا كوباية سكر، معايا كوباية زيت، طبعا بيكنج باودر. وهنشوف بقى هنعملوا بيهم ايه. خليكم معايا. انا معايا بقى الخلاط اهو، هحط فيه بقى اول حاجة اللي هو الجيلي هحطه، وبعد كده هحط السكر، ومعايا المانجا هنزل بيها واضربهم الاول، وبعد كده ايه هحط الزيت بتاعي. مش هحط الزيت دلوقتي، دي اول خطوات كده هضربهم وارجع لكم. خلاص كده بقى ضربتهم اهو في الشفشق بتاع الخلاط، هحط بقى الزيت اخر حاجة اهو عليهم كده، واضربهم كده ضربة خفيفة. هناخد نص بقى اللي انا ضربته ده، هركنه كده لوحده على جنب كده، والباقي ده هكمل فيه بقية المكونات. بقية المكونات اللي معايا البيضتين والفانيليا اهي، هكسرهم بقى واحطهم. حط بس شوية فانيليا عشان البيض، بضربهم بقى. بص انا هحط فانيليا اهو، واحط كده ايه بتاع نص كوباية لبن يعني، بس كده هضربهم وارجع. بصوا هنا معايا هنا 2 مكيال ونص دقيق، المكيال دوت، وهحط بس عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر كده، يعني معلقة، مخدتش الكيس كله، وذرة ملح بقى كده صغيرة، يعني شوية ملح بس كده. طبعا اقلبهم حلو قوي. طبعا الدقيق ده اتنخل الاول، انا نخلاه، لازم يتنخل الاول. لازم يتقلب حلو عشان الدقيق كله يبقى متدرب على البيكنج باودر. بس كده هاخد بقى اللي انا ضربته كله اهو وانزل بيه، واقلبه بقى تقليبه حلوه كده كله اهو. لازم طبعا يتقلب تقليبه حلوه، امزجه كويس قوي وبعدين ارجع. خلاص كده اهي ضربت حلو قوي اهي. معايا بقى هنا قالب بايركس، حطيت له دهناه بالزيت كده، هعفره بس بشويه دقيق، وهنزل بقى بالكيكه بتاعتي اللي احنا عملناها.
هنزل بقى بالكيك اهي. دايما كده واحنا بنفضوا الكيكه في الصينيه، يعني من التكات المهمه قوي ان انت تبقي رافعه الايد في الهواء كده شويه عشان الكيك كده يخش لها هوا وتبقى يعني هشه معانا. دي حاجه مهمه قوي بالنسبه للكيكه. هنحاول نسويها بس كده بقى تخش الفرن خلاص كده. الكيكة بتاعتي اهي استوت. طبعا اختبرتها بسكينة، لقيتها خلاص كده السكينة طلعت نظيفة، يبقى هي خلاص كده استوت. هسيبها بقى تهدى شوية تبرد يعني، واكمل بقى بقية الحاجة معاكم. خلاص كده انا بقى هحط هضيف بقية انا حطيت يعني جزء اهو، هكمل الباقي اللي انا كنت راكناه من الاول، النص الاولاني اللي كنا راكنينه، واسويها بقى كده. خلصهم كلهم. ممكن نعمله كده حاجة بسيطة كده، شكل بسيط يعني، حاجة بس كده تدي كده. بس كده هبتدي اقطعها بقى كده معاك اهو على قد ما انا عايزه كده، وهبتدي اطلع منها كده. انا طلعت منها بقى اهي حته زي ما انتوا شايفين، انا عملت عليها حاجات بسيطه كده شكل بسيط، اللي موجود عندك بتحطيه بيدي منظر حلو. وطبعا انتوا شايفين شكلها هي قد ايه يعني جميله جدا، وريحه بتاعتها تحفه. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واكون عملت معاكم حاجه كده جميله هتسعد الاولاد وتفرحهم جامد يعني، جميله جدا. التكات اللي كانت فيها اهم حاجه نهتموا بيها طبعا في الكيكه بتاعتنا، حاجات كتير قوي لازم برضك. اهم حاجه نحل الدقيق كمانك، واحنا بنقلبوها في اتجاه واحد يعني. الحاجات البسيطة دي بتفرق معانا، ما نفتحوش عليها الفرن طبعا، بتخش على درجة حرارة 180، تكون سخنة من الاول. الحاجات دي بتفرق كتير قوي في ان الكيكة تطلع ناجحة معانا. بردك اهم حاجة بردك واحنا بنحطوها تترفع الايد شوية عشان ندخل الهوا معانا. الحاجات دي يعني بتفيد جامد قوي وبتخلي الكيكه ناجحه معانا. ونخل دي دوت بردك حاجه مهمه قوي. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، ونكون عملنا حاجه بسيطه وسهله ومتيسره معانا، ما فيهاش اي تعقيدات، وسهله على كل ست بيت عاديه يعني ان هي تعملها، وشكلها جميل وطعمها طبعا اجمل. وكل بقى اللي عجبه الفيديو ما ينساناش بقى في اللايك، واللي مش مشترك بقى يشترك ويفعل الجرس طبعا، الزرار الاحمر تحت الفيديو على طول يدوس عليه ويفعل الجرس، وما تنسوش الشير بقى. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.